انا جيت ندرس فيقسي نعرف القيمه الفنيه نتاع رامي جريد اللي يعتبر واحد من افضل الحراس في تونس، لكن اليوم ما لازمناش نظلموا قعلول. انا انسان خاف ربي، السيد هذا سيتان جارديان انترناسيونال، اليوم تحدثت مع رامي وتحدثت مع قعلول وجبتهم الزوز معناه وحكيت معهم الزوز. بالنسبه لي انا رامي يقعد ديما جور كادر كابيتان، لكن اليوم يلزمو يصبر ويستنى الفرصه المناسبه باش ياخذ مكانه، خاطر قعلول قاعد يعطي في الروندمون تاعو، وقت اللي يغلط نجمو نحيو قعلول ويرجع رامي. وهنا معناه ما فماش مشكله، تحدثت مع لي دو جارديان والزوز معناه متفاهمين في الموضوع هذا، ورامي كيما حكيت معاه كان متقبل وقال لي كوتش انا جو سوي افوتر ديسبوزيسيون، وقت اللي تحب تلقاني معناها وقت اللي تحب تشاركني مش تلقاني حاضر. Orange.